صورة عجيبة جدا أيها الأحبة. الصورة التالية ضفادع تأكل أولادها، شيء غريب يعني. هناك ضفدع، انظروا أيها الأحبة، هذا يسمى ضفدع قصب السكر. هذا الضفدع سام جدا. في عام 1930 في أستراليا كان هناك محاصيل قصب السكر تأكلها الخنافس، ولكن يبقى المحصول متوازنا. انظروا عندما يتدخل البشر ماذا يحدث. عندما يتدخل البشر أيها الأحبة يفسدون كل شيء، يفسدون النظام الدقيق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. قامت أستراليا بجلب أعداد من هذا الكائن السام ليقضي على هذه الخنافس. طبعا هذا الكائن السام لا يعيش في أستراليا، وبيئته ليست بيئة أسترالية، هو من الخارج. فبدأ هذا الضفدع يأكل الخنافس ويأكل كل شيء ويتكاثر حتى أصبحت أعداده 200 مليون، 200 مليون ضفدع. فأصبح يأكل المحاصيل ويقضي على المحاصيل الأخرى. السبب أن هذا الضفدع أخرجوه من بيئته الطبيعية وضعوه في بيئة ليست هي بيئته. وهذا من فعل العلماء أيها الأحبة، العلماء الذين يقولون إن كل شيء جاء بالمصادفة وكل الكائنات تطورت بالمصادفة، والإنسان تعلم اللغة بالمصادفة، ودماغ الإنسان نشأ بالمصادفة. هؤلاء بعد دراسات طويلة اجتهدوا فأحضروا هذه الضفادع إلى أستراليا للقضاء على الخنافس، ظنا منهم أنها ستقضي على الخنافس وانتهى الأمر. ولكن هذه الضفادع أكلت الخنافس وأكلت المحاصيل وبدأت تتكاثر لدرجة أنها لم تعد تجد طعاما، دمرت مليارات الأمتار المكعبة من الأراضي الزراعية، دمرت كثيرا في أستراليا، فبدأت تأكل أولادها. فهذه الظاهرة سجلت العام الماضي 2021 وكانت مذهلة بالفعل للعلماء.